حنايا هذه الافتتاح الثالث لنا في المغرب. بالنسبه لكل محل اونيسي ان باش اننا نتادابطاو مع لا كليونتيل ومع شنو المتطلبات نتاع الناس في لا ريجون. هنا بان لينا بلي الناس محتاجين كوفي شوب لي يرتاحوا فيه كبير في الاسباس اي او ميم طون وركينغ سبيس كيف كنقولوا فضاء باش الواحد يجي بريباري فيه يخدم فيه اونلاين. تقريبا ولا دروكا مينيموم 50% الناس كيخدموا من ديورهم. دونك هنايا الناس كيبغيو يخدموا اونلاين. درنا اون تري غراند بيبليوتيك الناس يقدروا يجيو هنايا ياخذوا كتبه يقراو سور بلاص يشريو الكتبه ميم من عندنا. اسباس ثقافي كولتوريل انتيليكتويل ديناميك. الناس كيجيو هنايا غادي يكونوا وركشوبس. كاين الناس كيجيو باش كيديروا بلي بيغو الناس ديال لي بيغو هذا بحال فضاء باش كيتلاقاو فيه العمال مع بعضياتهم بريباريو هذا. دونك سيتي سا ليدي ديغيغ اننا نديرو كتابه في المقاهي ديالنا. الناس كيعرضوا يقدروا يجيو هنايا يعرضوا الكتب ديالهم يسنيو الكتب ديالهم هنايا. ودايوغ هادو من بين البرنامج ديالنا من هنايا لشهر 11 عندنا بزاف نتاع الناس خضوا ريزيرفاسيون باش انهم يقدروا يجيو هنايا ويديروا واحد نشاط ثقافي. الناس يجوا هنايا يسنيو الكتبه ديالهم ولا يعرضوا الكتاب ديالهم او لا واحد الاسامبلي كولتوريل يجي هنايا يتناقش واحد الكتاب. وهذا اون بارتناريا مع البريتيش امباسي اللي هي السفاره البريطانيه. دونك كان هذا برنامج كاين عندنا. اللي نقدر نقول هو كنحاولوا نتادابطاو مع كاع الاحتياجات ديال الزبناء ديالنا. مرحبا بكم. اي واحد بغى ياخذ ان كافي ولا اون بوز غورماند مع لا فامي ديالو ولا يجي بوحديتو يبريباري ا تيت ريبوزي يخدم اون لين اون اي لا بور ساتيسفير تو لي كليون.